لقيت عليك وبس، كنت رح اموت. تعرف التانين كان كل واحد منهم يحكي كلمتين ثلاثة يفش قلبه يرتاح، اما انا كنت ساكتة وحاصرة بقلبي. تعرف عزمي، هاي شكري اخت رجال، شفتها كيف صارت تدافع عنك وتدافشهم؟ ولا لما بنص الليل راحت لعند جمال وطالعتكن، فعلا كبرت بعيني. شكرية ما في منها، ما في احن واطيب من قلبها. ايه والله الحقيقة منكتئية. لك ما بعرف شلون تنكش تلاميذها. لسه ما شفت شيء. طول ما ماشي بالشارع بتقرا الارمات تبع الدكاترة، واذا شكت انه واحد من الدكاترة كان تلميذها بتطلع راسا لعنده بعاينها وبتاخد الادوية من عنده. نص الشام يا تلاميذها يا عطيتهم درس بدل استاذي غايبة، وصل عليها الضربة اللازمة. ما شاء الله عليها وإلها همة. ها عم ندق على الخشب مشان ما تقول عم بحسدها، يعني قايمة ببيتكن وببيتها، مع انه كبيرة. مو كبيرة عزمي، جايلتني بيني وبينها سنتين إلا. مرحبا عمو. أهلين عمو. عمو معليش استعير كرسيك، صبحي يا حرام بدي روح على الحمام ومو قادر يمشي على رجلي. خدي عمو خدي. يسلموا ايديك عمو. وكيف صبحي هلا؟ ني الله يسلم لك يا الله يسلمك يا رب. لك الله يخلينا ياك يا عمو. تكرمي يا لولو. الله يديمك فوق راسنا. الله يشفي لك صبحك. الله يسلمك. شبك طلع؟ ليش نازل منا؟ حاسست عم تتمدمد. شوف عزمي، اذا انا جاي اسكن بهالبيت مو ناوي اعطيها وش مشان ما تفتكر حالها ست البيت. كبري عقلك طلع، ما في غيرك ست البيت، بس ما تعملي هالشي قدام الاولاد، مو ناقصنا. لا الاولاد غير شكل، عزومتي اولادك اولادي، بس هي غريبة مثلي مثلها. ايه بس يعني ما تنسي انه هي حكيتك مشان جوازتنا. مو نسيانة وما رح اعمل لها شي، هي ما تحط راسها براسي وتلزم حدودة، وهذا كل شي بدي اياه. العمش ما عاد حاسس بالتاني، عم تنقف علينا افهم لي. هلا ما كان فيك شيء. هلا فهميني، انت تصالحتي انت وربحي ولا اخذتيني مشان صالحكم؟ عم بقول لك تصالحنا وحكينا واتفقنا. يا لطيف، كله لانه حكيتك كلمتين ما عجبوكي. انا مالك اخي صبحي، بس لو شفتها شلون كانت عم تطلع فيني وانا فايده اخذ الكرسي. يا لطيف غيراني منها حبيبتي، غيراني منها على شو؟ لشي احلى مني؟ فشلت. اسمحي لي بايدك شوي. شو؟ ها استملي لي خلايك. هلا قولي لي بقى، على شو اتفقتي انت واستاذ ربحي؟ يا سيدي هلا ما اتفقنا، هلا رايحين نتفق، بس انت ليك ها اذا لقيتها وصادفتها للدكتوره طلع احنا رايحين على الحمام. ايوه شو عليه؟ على الحمام على الحمام. يلا اصحابينا. رجعت ايام العز يا صبحي. كبري كوعي كبري كوعي شوي. الحمام شو حلوة. على بلا اختي على الحمام. هذا من مؤاخذة دكتورة، بس يعني صبحي لقى حاله قريب من غرفة ربحي، قال لحاله بشق عليه قبل ما يفوت على الحمام. عندك مانع؟ لا ما عندي. إذا بدك نفوت على الحمام. مرحبا ربحي. أنا موافقة. أنا خايف. شفتي هذا الضامن تي بهبه. لا لا صبحي، ما احنا ما هيك صبحي.
اني موافق يا عيني؟ ايه ليش انت شوفي عندك شي تعمله؟ ايه مالك قدر انت تتحرك؟ ايه اذا هيك موافق. هلا المشكلة مين بده يعمل جوزها؟ لولا رجلينا كنا انا او سطحي بشوية شوارب او شعر غيرنا منظرنا. انا عندي واحد ما بيقول لا. مين؟ ابو اياد منجد. استر على حظك ابو اياد المنجد، مو هذا المخبر اللي دهورنا انا وربحي؟ لا لا لولو دبري لنا غيره حبيبتي. بالعكس هذا احسن واحد ممكن يخدمنا، بس ما سالتوني ليش. ليش؟ ليش؟ لانه اليوم اجى لعند عمه مشان يستسمح منه وقام قلعته الدكتوره، وغير هيك انا دريت انه عمته اليوم نزلت لعنده وهددته بهذا تلميذه جمال، بقى مرعوب كثير وبده خدمه، واذا بنطلب منه لبن عصفور شو بيحضر؟ شو انزل احكي معه؟ لك جيبيه على الحاره. يلا يلا بس شلون بدي جيبه؟ انا بدي شلون اقول لكم. ايه ست شكريه، حكيته كم كلمة هزيت له بدنه فيه وسكرت الباب بوشه كمان. ايه قدريت انك مريتي لعنده، وانا كمان قلت له شوف ابو اياد اذا ما رح تزوق رح نحاكي جمالي حطك محل ما كانوا موجودين. ايه طمني الولاد مناح. ايه احسن. لا ما بدي اياها تساعدني، اصلا في موضوع بدي احاكيكي فيه بس تجي. عزمي ست شكريه. ايه عم قله لاخوكي انه عم بحكي معك. يا ستي طبخت ورتبت البيت شوي. ايه قلت لحالي اعمل لهم شاكريه ورز. طمني طمني لقيت اللحمه بالبراد. ما بدي حدا يساعدني، لقيت الغراض لحالي. شو بتجي بتتغدي معنا؟ ليه؟ طيب إذا هيك معلش يا ستي أنا ثلاثة ثلاثة ونص بدي أمشي من هون. كتير منيح معناها بشوفك. أي إيه هي عزمي معك خدي. شوفي شوفي انتي شوفي شامي ريحة شكري عم تحترق. قولي الله لا يسلم فيك ولا عظمي. هلا سلامتي مو انت سبب كل شيء صار فينا؟ اخي انت بالذات انا ما دخلني فيك. انا من جهتي مسامحك بس والله بدك تدبر حالك مع عمتي، هي مصره تحكي مع هذا شو كان اسمه؟ عمو جمال. يستر على عرضك كل شيء الا جمال، والله بيورم جلدي خلاص ما حد تنعاد. وعد شرف بحكي لك معه، بس هي عم بتقولها العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. الله يسترك، حاكيها ما تحكي خلاص. ها توبي حاكي لك ياها بس بشرط. انا جاهز جاهز وابلان بدون ما اسمع ولا افهم شيء. شوف اخي اللي مصر على معاقبتك وضعك بالسيلوم هو الدكتورة خطيبة الوالد. ايه ايه عرفتها، مو هي اللي قلعتني من هالباب يوم اجيت استسمح الوالد. هي بعينه سبحان الذي خلع على الوش. فهلا انت مصلحتك
تعمل اللي نحن بدنا اياه. اخي انا من ايدكن هاي لايدكن هاي، فصلوا وليك ملابس. حلو، هلا بتدبر لي حالك، بتغير لي حلاسك من حيث رقه، بحيث لا ابي ولا عمتي ولا الداعي ولا المدام لولو نعرفك اذا شفناك. ما فهمت كيف هي يعني؟ كيف هي؟ شاطر تنقش للعالم تقارير بس ما هي؟ خلاص انها لك تبنى تبنى. بتحلق لي حواجبك، بتنتف لي شواربك، بتحلق شعرك، بتطالع دقنك، بتدحش سيليكون، بتدحش قطن بتمك مشان تغير صوتك، اعمل اللي بدك اياه. وبتجيب سكينة وبتجي لهون على اساس انك انت طليقة للدكتورة. ايو صحيح عن طريق معارفك تبع مبارحة، بلكي بتعرف لنا اسمه كاسمه جسمه. هي اسم الدكتورة طلة الطلايل. بقى بتجي على البيت بتهدد بانك رح تقتل ابي. اقتله؟ اعوذ بالله. لك شو مالك ابنه انت يا رجل؟ اسمعني لكفي كلامي. تقتله اذا ما ترك حاكم. انتو كنتوا راجعين لبعض، بس تعليقة عزمي عليها هي اللي خربت لك كل شيء. فاهم علي؟ فاهم، بس خايف والله العظيم خايف. ايه لازم تخاف اذا ما نفذت اللي عبلك اياه. تطلب منه انه يحل عن الدكتورة. بركان انكشفوني. ايه بتروح دبلكة ونحن لا شفناك ولا عرفناك. بالعكس رح نوقف معهم ضدك. والله مرعوب مرعوب. خرطي قويلي قلبك حاكم، هذا الحل الوحيد قدامك مشان عمته ما تدز عليك لعمه جمال. اجتني فكرة، في عندي ابن اخي بيحب التمثيل موت، بيحب التمثيل، هو بيشتغل بهالقصة هاي، بيشتغل بالمسلسلات بس بيمروا من قفا الممثلين، شاطر كتير، رح يجيب لك اياه بيقوم بالمهمة عني. واذا ما لقيته؟ حاكم الكل عم يدور على الكومبارس بالسراج والفتيلة، لانه كله ما شاء الله عم بيشتغل تاريخي وفانتازيا. اخي ساعتها بيجي انا وامري لله، لكن لك فكرة. اتصرف، ارخي لي هالغطا وخليها توصلك. لولو تقبشي قلبي، روحي شوفي لي اذا في حدا برا ورجعي. ما قلت لي عمي ربحي انت ابعت لك يا ويجي انا؟ بتجهزوا حالكم وبتستعدوا قدام باب الدكان، وبس شفتوا الدكتورة حملت حالها وطلعت من البيت بعد نص ساعة بتحلوا حالكم وبتجوا لعنا. تحي تحي اعتبر الموضوع منتهي اخي ربحي، ولا حط ايديك ورجليك بمي باردة ولا الا حطوا بمي وملح مشان طيب. شوفي شوفي انتي شوفي عم شم هوا. يا لطيف قد ايش صار عم بشتاق لك، بحبك انا. شو صار معي؟ مشي الحال، اتفقنا. يعني وافق؟ ايش وافق؟ بصم بالعشرة المسكين بده سلته بالعنب. انا بدي سلتي بالعنب. بس في شغله ثانيه عملتها. شو هي؟ ما حقول لك عليها، تركتها مفاجأة. والله يعني شو هي؟ مسبقة. وينك؟ وينك يا
لا وين بعدين انت صحي واخذت معك بهالصور هاي ما حنخلص منها ابو لا نحكي خلينا نحكي بنشيل الصور بعد نحكي بنخلي الصور وبنزيدها يسلموا هالايدين الله يسلمك يلا فتحي تعال حبيبي يلا يا ولاد سموا بالله بسم الله كيف رجلك يا صبحي؟ رجلي يعني سمعنا رجلي هو يطيبه وانا رجلي طلع مجعوني وهو اللي عمل الإزاعة وانت ربحي ماشي حالك ماشي حالك الحمد لله لا ليش هيك مالحة؟ هذا شو؟ اي والله مالحة معني ما كترت ملح كمان رز مالح كتير راكز كتير ضابط ابدا مو مالح يعني مالحة شي انه ارجيني بالعكس أكل كتير طيب يسلموا ايديك يا دكتورة حلوة حلوة ام اللول حلوة حلوة وملعوبة ملعوبة يعني اطمنت لي شو طمنت لك؟ الكل في واحد؟ كفك؟ الواحد في كل هذا هو يعني اعطيتني ثقتك لك مو بس ثقتي شو ما بدك بعطيك بس بدك صراحة قتلتيني برز وشاكري لك كتير ما لحق أكل لأني رح مو كنت ليش ما شفتني أنا قديش شربت مي ولا عمو عمو بالزور لغوم الصحن يا حرام شو زعلت عليها تاكل يا جماعة سدوني ما كتر وأبي يطبطب فينا معلش هو الملح اللبن بالأساس مالح عمي شفت حي برعه قال له لبن مالح رز مالح كبده أنا لازم أمشي مشان ما أتأخر عليهم كمان لازم أخذ صبحي على الأوضة يلا يلا باي باي حلوة وزاكي وكتير قوي واكبر محامي ما بيربح منك قضي لا مالحة شو مو مالحة انت مكترة الملح شوي دكتورة والله ما حطيت ملح كتير كنت عم دوقة وانا عم مطبخة بس شاككني قلبي يكون حدا من الولاد حاطط ملح اي على قامتي عليهم هني قدرانين يقوموا من الدخول حتى يجوا يحطوا ملح للشاكريين ولولو بلولو انتي غلطانه لانه لولو هي الوحيده اللي رايدتك انه تاخدي اخي تجي تعمل معك هيك فصل مو معقول يعني صحيح انتي قلتي لي بدك تحاكيني موضوع عن لولو شو هو يا ترى ما في شيء مو وقته هلا والله غير ما تقولي ليش مو وقته ست شكرية بلكي بتحاكيها للولو بتفهميها من ست البيت هون لاني عم تفتكر حالة انه لا حبيبتي شو تفتكر حالة بكره انتي لما بتتجوزي اخي وبتجي بتسكني هون بتصيري انتي ست البيت والكلمة الاولى والاخيرة الك بقى لي مين اتصل اتصلت ام لولو قال بدها تيجي تطمن وتشق عليهم
يعني قايست عن حق مخابرة؟ وانت شو قلتي لها؟ قلت لها عزمي والولاد تعبانين ونايمين وبلا جايتك هلا ما رح تستفيدي شي. اتصلت خالة الولاد سوسن سألت لي غمغمي عن ربحي، قمت قلت لها طلع وما فيه شي، بس ما حكيت لها عن عزمي وصبحي. خير ما عملتي. حلو، لكن هلا انا رح امشي والمسا بتصل فيكن.